بسم الله. لكسيون 17. Ich fahre mit dem Auto. أذهب بالسيارة. داتيف. الداتيف. فلدينا هنا مجمع النوميناتيف، الأكوزاتيف، الداتيف. وكما ذكرت لكم في التدريب الماضي كيف نسأل عن الحالات الثلاثة، فالنوميناتيف نسأل عنه للشخص بفعل، للأشياء ببص. عند الأكوزاتيف نسأل عن الشخص بفين، وعن الشيء ببص، وعن الداتيف نسأل بفيم للشخص. ففي الماسكولين الآن دير مان، أين مان، كاين مان، هذا هو العادي. النويترال المحيط داس كيند، اين كيند، اونت كاين كيند، هذا المعروف. الفيمينين دي فراو، اين فراو، كاين فراو، فأضفنا الاي. في البلورال دي لويتر، النكرة ليس له أداة، لويتر اونت كاين لويتر. الآن في الأكوزاتيف يتغير فقط الماسكولين. دين مان بدلا من der man، einen man und keinen man، فأضفنا الـ an في المذكر. أما المحايد والفيمينين والبلورال لا يتغير ويبقى كما هو، das Kind، ein Kind، kein Kind، die Frau، eine Frau، keine Frau، die Leute، Leute und keine Leute، لم يتغير شيء. الآن في الداتيف الأولين المسكولين والمحايد يصبح ديم، ديم من، ديم كنت، اينم من، اينم كنت، كاينم من، und كاينم كنت، فنضيف دائما اي ام، اي ام، اي ام. الفيمينين في الداتيف يصبح مذكر فيصبح دير فراو بدلا من دي فراو، اين فراو، كاين فراو. دين لويتن فنضيف اي ان و ان في الاخر، اخر الكلمه، لويتن في النكرة، und keinen Leuten، فإي إن في الكين والإن في الاسم. طبعا مع التدريب الواحد يحفظها، ويعني ممكن بالتدريب ممكن بشرحه لشخص آخر، فهكذا يحفظ الواحد هذه الأمور بسهولة. Im Dativ sind maskulin und neutral gleich، هذا الذي ذكرته، الماسكولين والنويترال gleich سواء. Im Dativ plural، هذا هو، hat das Nomen ein N am Ende، لديه N في الآخر. Nomen mit S im Plural haben kein N. لو انتهى الاسم ب S ليس لديه N. Wir fahren mit أو mit zwei Autos، فلم نضيف N. Der Possessive Artikel funktioniert wie kein، يعني الضمائر الملكية زي mein، sein، ihres، unsers und so weiter يعمل مثل الكين. أي أحد لديه سؤال في الموضوع؟ أوكي. نعم.